عليكم السلام. السلام عليكم. سوق الغريعة للطيور. البلبل. ها المقنين عند بو عزيز. زين عزيز. اللهم بارك. اللهم بارك. شحال عنده عبد العزيز؟ ثلاثة سنوات. تبارك الله. قلتي ثلاثة اخويا. ترونكيل في القفص. كيقص قدام الكاميرا بينه وبين الكاميرا 5 سنتيم. اللهم بارك. اصله جدر عبد العزيز ولا قرع؟ جدر. تغريد كي داير؟ تغريد وداني ديال الطبيعة. شحال كيبقى الثمن ديالو؟ 70 اورو هو ثمن المقنين الزين. 700 درهم. عبد العزيز قولي النمره ديال الهاتف قربها. 06 48 65 30 15. يلا خرج لي 06 48 65 30 15. اللهم انشا ديال الاخ عزيز الاصل ديالها فرخه قرعه. عبد العزيز شحال عندها في كاجات؟ هذيك عامون ما شاء الله. تحركات كدير ديال الوجاده. لا والو والو كتضرب هذيك الحطه هذيك. شي هذيك الترفريفه اللي كدير هذه هذه هذيك راه من علامات الجهوزيه ديال الاناث على حساب التجربه المتواضعه ديال خوك محمد. شحال ثمن هذا الشيء هو؟ 250 درهم. 250 درهم. عبد العزيز رقم الهاتف ديالك 06 48 65 30 15. هادي راه نتوما شحال دار عبد العزيز؟ عامون تبارك الله. تشاف ورينا الذكر اخويا راش هذو نساوي الصحيح هادي نشوى وضح لينا رشيد النشوى الفرق بين النشوى والذكر. لا النشوى جناح خضر والذكر جناح كامل. هادي دابا نشوى راش. اللهم صل. هذا ذكي. هادي نشيوى. شاي نشيوى رشيد. لا الغوية ستحوينا صغاور بنيقين صغاور. اللهم بارك. مبيعات صغيورين. جناح حتى كيبان لك. رشيد كاين ذكر هنا؟ لا عند شوا. عند تبارك الله. شحال شوا رشيد؟ 100 تبارك الله. ذكر واش كان ولا مازال ما حضرش؟ لا كان وقف. كان وقف. ممكن تقربنا من الثمن رشيد؟ كل واحد وباش داه الثمن كيبقى فهمتي كيبقى قابل للتفاوض. هذاك العام نقول بشحال خديت من عندك ذاك العام؟ قول كنتي كتبيع ب 200 تعاملتي معايا خليتي لي ب 150. تمام هذاك العام عطيتيني ذكر واعر اللهم بارك راه باقي عندي لحد الان وذاك اللي عزلتي لي حتى هو طلع زوينه رشيد. الحمد لله. غيكونوا الذكور ان شاء الله خير. ان شاء الله قاع ما قريب يكونوا الذكور. باش خلي لنا النمره رشيد. السوق سوق القرع النمره راه كيف ما العاد حيت ما كايناش مقنين كثير هذاك الشيء علاش. اللهم يسر رشيد. اللهم يسر. هذا طويران. هذا ذكر رشيد. كان تيقبك اخويا انت الوحيد اللي كان تيقبك. انت وي 100 درهم. رشيد الله يسر امك. كونوا الذكور ونجيو نديروا شي فيديو ان شاء الله. ان شاء الله. هذا دابا بالنسبه للانسان اللي باغي تخدم باغي تزاوج العام الجاي. ديما المقنين. شحال عندك خويا ياسر؟ عندو عامين هذا قرع. كي داير في الخدمة؟ واجد الخدمة. واجد. اللهم بارك. كنتي لقنتيه ولا كلام البر؟ كلام البر. شحال كيبقى الثمن؟ البيعة.
شحال كيبقى الثمن خويا؟ 500 درهم جابت في الخيز. نشوفوا هذا البوغوس هذا، هذا ياسين، هذا جدار، هذا ديال البلاد ديال بوسكور، هذا ما شاء الله جدار عنده عامين يلا خارج من البدالة. بيداوي بيداوي شحال كيبقى الثمن؟ تو 600 درهم. النمره ديالك؟ 7 3 97 67 99. عندي واحد جوج ديال المقني اللي بغا شي واحد راه نصورها ونصيفطها لي، كان عندي 3 سنين مشوا عندها عامين. جمال ما تخافوا ما والو طيوا سويجه ملاقيمه ياسين ملاقيم كيش واكلو، عندي الفيديو ديالك كيش واكلو ملاقيم جمادي. تقدر تقول لنا الثمن ولا تخليه من بعد؟ الثمن خليه تشلي تصل بينا شي واحد نصيفطهم لي نشوفو ديك الساعة نديرو معاه الثمن زوين. قلت لي عندك حتى فريخات ديال الكالوبسات؟ كاين الفريخات ديال الكالوبسات، عندي جوجات ديال الالبينو خدامي. بغا تبيع غير الفريخات ولا الزويجة؟ اللي بغا نبيع ليه انا ما عنديش المشكل، بغا جويجة نبيع ليه جويجة، بغا الولاد نبيع ليه الولاد. مرحبا خويا ياسين. مرحبا. شكرا لك. كناري كل كناري الاصفر هذا خويا كرهلي، هذا كرهلي، هذا زويجه شي واش واش وحده دانو عين حمراء وحده بلدي. قال لي الاخ واجدي شحال الوحيده؟ 100 درهم، 10 اورو ثمن وانت كناري جاهزه للتزاوج اللهم بارك. نشوفوا هاد نشوفوا هاد الكرغلي، كرغلي لون جميل فيه ما شاء الله. ذكر صافي بلي تبرى السيسي هذا خويا واجد. واجد شحال كيبقى ثمنه؟ 120 درهم 12 اورو مزيان هايج. بغيت تخلي رقم الهاتف ديالك قول لي. 06 44 35 91 صفر ما شاء الله. مغربي البلبل عند الإخوة العرب. ترون كيل في القفص قديم خويا في القفص هذا. شي عام فادا شحال كيبقى ثمنه خويا؟ 500. شحال عنده هو في القفص؟ شي عام سنة. كم السلامة تغريد جميل ما شاء الله. دابا غادي نشوفوا المايسترو قال الدري تسلط وتساليو غير زرب عليهم. هذا خويا خويا هذا فين وما فيهش العيب. 1000 وميشي 1000 وميشي ما فيهش العيب ما شاء الله. طائر الهجين هنا هذا الحسون خويا علقوا 20 علقوا تصلي هذا عندك طاهر. يا واي شي يصوب لي ما شاء الله سير شي تشوف نور زوين بطل. هاد المقنين خويا خاصني خويا خارج دير عايز ما نصلي اللحم قول لي النمرة ديالك خويا. قول لي رقم الهاتف ديالك. هو المحل جوار القريعة. المحل الخوت في الزنقة، الزنقة اللي بقى خاوية اللي فيها الجامع. سوق القريعة، المسجد راه في المحل. الله أكبر. سمعتيني في كلام يجيب جناح